وياكم شباب بمعرض الخطاب، واليوم جايين نشوفكم شوفرليت سيلفرادو 2017. بصراحة السيارة حلوة وعجبتني شخصيا، فقلت لازم اصور لكم اياها. فهسه ايش راح نشوف؟ راح نشوف الانارة مالتها شلون تشتغل. هاي هيك هسه قفلت وهيك تفتح. شوف هاي الانارة مالتها، وهسه راح نصعد بيها ونقدمها شوية لي قدام ونشغلها. بس خلينا نشوف الإنارة مالتها الخلفية. هاي الإنارة مالتها الخلفية، وهاي مال الصندوق. طبعا هذا قوي حتى تقدر تصعد فوقه، أنا جربت صعدت فوقه. خلاص بس راح نصعد ونشغل تبريد ونشغل السيارة. بسم الله. بس للأسف السيارة مو بصمة شباب، هاي السيارة سويتش. اشتغلت السيارة، وهذا التبريد، شغلنا التبريد، وهذا الاي سي. السلام عليكم شباب. طبعا اليوم ويانا شوفرليت سيلفرادو. طبعا هاي شوفرليت 2017 تو ويل، دفع خلفي، محرك 8 سلندر 5300 زين، والجير مالتها 8 نمر، والاكسل مالتها 1000. ليش يسموه 1000 ما اعرف. اريد تكتبوا لي بالتعليقات. شباب سعر السياره راح اذكره بضمن الفيديو، اريدكم تشوفون الفيديو من البدايه للنهايه على مود تعرفون السعر ايش قد. خليكم ويا الفيديو ويا تفاصيل السياره وشوفوها ايش قد حلوه، وان شاء الله تعجبكم. هاي السيارة مرة ثانية شباب، لان شوي الانارة هسه افضل. خلي نشوفكم اياها من قدمناها لقدام زين. طبعا بيها هواي شغلات يسموها هاي باب ونص، يعني مو الحجم الكبير هذاك اللارج، الحجم الكبير هذاك بصراحة يعني مو هالقد مرغوب. هاي السيارة محركة 8 سلندر 5300، والجير مالتها 8 نمر. نفتح البيبان، هيك قفلت، هيك فتحت البيبان. خلينا نشوفكم اياها من جوا. اول بدايه راح نجرب نصعد بالخانه اللي ورا. هاي الكراسي مالتها جلود كلش حلوه، وما شاء الله يعني ما اقول لكم حيل كبيره بس زينه، يعني تفي بالغرض مثل ما يقولون. شوف يعني زينه، كيف يعني رجل بالغ يقعد هنا، يقعد خلينا نقول 80% مرتاح. وهاي السيارة الجلود مالتها كل الجام اوتو، بها كاميرا امامية وكاميرا خلفية طبعا، وتبريدها قطعتين. لا والله تبريدها قطعة واحدة. خوش. بعد ايش عندنا؟ داشبول جلد، هذا ليد ابيض، وجانا الليل. خلنا ننزل نشوف السيارة مالتها. طبعا هذا بلاستيك، هذا بلاستيك بس مغطى بجلد، وهذا جلد خفيف وبلاستيك، وهذا قشرة مثل الصاج. هاي الباب الثاني عندنا، هذا همين والله، هذا بلاستيك، هذا جلد، هذا جلد، هذا صاج، يعني مو صاج صاج بس يشبه الصاج. وهذا الدشبول همين بلاستيك، هذا هنا. خلنا نصعد. طبعا بيها ذني الدوسات يساعدنك بالصعود عادي. هاي بيها تفاصيل، هاي يكون تخزين وبنفس الوقت ينقلب ويصير كرسي. طبعا الجير مالتها تعليق لان هي شوفرليت حاله حال التاهو. زين هاي منها مانع انزلاق، هاي منها تطفي وتشغل الكشاف الخلفي. بيها خط نيكل منها، ودوسات بيها ذني. لا
وياله مال السيارة حجم 20، القياسات مالاتهن 20، هستون قريتهن 20 275، 20 275، 55 R20. يعني هاي منا أنا العرض 275 وهاي 55 والويل حجمه 20. الويالة مالتها طبعا حيل حلوة. بيها ونش سحب، وهذا اللي البلاك اللي مال ستوب لايت، مال ستوب لايت مال ونج السحب. ايش ترى مال اللايتات مالتها كلش حلو. اللايت مالتها زنون بلاد زائد LED زائد الاشاره مال الانعطاف او الانحراف زائد كشاف ضباب همين زنون، وبيها ذني نشرات حلوات كلش حلوات، ذني بالمشي يطلعن كلش حلوات. هاي الدبل إشارة مالتها بهاي الصورة تشتغل، خلي نشوفها من الخلف شلون تشتغل. طبعا قبضات الأبواب نيكل، المرايات الجانبية نيكل، وهذا الدرع مال البادي حديد فولاذ زين. وهاي الدبل إشارة مالتها من الخلف، نشوفكم السيارة من منظور الشخص الأول. راح نطلع بالسيارة ونشغلها وناخذ لنا فرة بيها ان شاء الله خير. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نلبس الحزام، بسم الله. هاي ان هاي دي got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. بلشنا بقيادة السيارة. طبعا دفع خلف مميز يشوك شيء ما شاء الله. شوف والله عمي بيها سياقة، المتعة اللي بيها هادشي. طبعا شاشة لمس ما شاء الله، مية تديدك او تمشي ودوس بريك. السياقة مال هاي السيارة خلي يولي الحكي ما شاء الله. يعني السيارة ما شاء الله كلش حلوة. هاي القوة الحصانية مالتها 355 حصان، واكو معلومات تقول 360 حصان. الجير مالتها 8 نمر اوتوماتيك، طبعا جير تعليق نفس التاهو، بس القيادة مالتها ما شاء الله يعني متعة، صدق متعة. خوش صراحة ندوس لها شوي باللوفة. بطناش حبيبي، بس تدوس بطناش خوش.
ما شاء الله. هذا الهورن مالتها شباب. دوس روح شوفوا، اريدكم تنتبهوا لي على العداد. هاي 100 110. بس لا، المتعة مال القيادة مالتها غير شكل. طبعا سيارة ملفتة للنظر، اي واحد يشوفك بالشارع، يعني اي واحد يشوف السيارة يظل ينتبه يقول شنو هاي السيارة. البريك مالتها نفس الوقت كلش حلو. انتهى الفيديو شباب، ان شاء الله عجبكم وشفنا شوفرليت سيلفرادو شلون حلوة. طبعا شباب هاي السيارة سعرها 270 وبيها مجال، راح اخلي لكم رقم صاحب المعرض او صاحب السيارة بالوصف، وشوفوا يعني خابروا تفاهموا وياه ان شاء الله يسهل وياكم، وقولوا له جايك من طرف حسن المسيباوي. سيارة موديل 2017، سيارة كلش حلوة.